بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله حنتكلم عن أول ديسيز من الـ Obstructive Lung Diseases وهو الأزمة. Obstructive Lung Diseases، المقصود في الـ Obstructive Lung Diseases هو any disease which limits the airflow. إذن any disease which limits the airflow يعتبر Obstructive Lung Disease. بشكل عام الـ causes لهذا النوع من الـ diseases إما بكون genetic cause وإما بكون environmental cause طبعا، وممكن يكون الـ two causes، ممكن يكون genetic cause and environmental. طبعا اللي بحدد هذا النوع هو طبيعة هذا الـ disease. قبل ما نبدأ في أول disease بيتبع للـ obstructive lung diseases، بدنا نتكلم بشكل بسيط جدا عن الفسيولوجي of the respiratory system. طبعا هذا الموضوع انتم اكيد درستوه بالفسيولوجي ومش راح اتكلم كثير في هذا الموضوع، فقط اللي راح اتكلم عنه هو كيف البرونكيال سموت ماسلز تتحكم او كيف بيتم التحكم فيها. ليش؟ لان البرونكيال سموت ماسلز هي اللي بتحدد الاير فلو، بتحدد طبيعه الاير فلو. هل في موجود برونكودايليشن اور برونكوسبازم؟ برونكودايليشن طبعا هو النورمال، برونكوسبازم طلعوا برونكوسبازم، فالطبيعي اذا كان في عندي برونكوسبازم فانا بتكلم عن اوبستراكتيف لانج ديزيز. لكن لو كان في عندي نورمال كونديشن للبرونكيال سموث مسل، اكيد في الحاله هذه بتكلم عن نورمال اير فلو. طب مين اللي بيتحكم في هذا الموضوع؟ اللي بيتحكم في هذا الموضوع هو الاوتونوميك نيرفس سيستم، السمباثيك نيرفس سيستم اند باراسمباثيك نيرفس سيستم. طب كيف بصير هذا الكلام؟ اكيد درستوا هذا الكلام بالفسيولوجي. الان السمباثيك نيرفس سيستم كيف بيتحكم في طبيعه البرونكيال سموت ماسلز؟ من خلال البيتا 2 ريسبتورز، مجموعه من الريسبتورز اسمهم بيتا 2 ريسبتورز موجودين في اكثر من مكان من الجسم. واحد من هذه الاماكن هو البرونكيال سموت ماسلز. طب ايش بيعمل السمباثيك؟ بيفرز الادرينالين اند نور ادرينالين از ميدييتور، وبيرتبط هذا الادرينالين والنور ادرينالين بيرتبط في البيتا 2 ريسبتور اللي موجود في البرونكيال سموت ماسلز. ايش النتيجه؟ برونكودايليشن. برونكودايليشن اذا انكريزنج في الاير فلو. هذا الشق الاول. الشق الثاني هو الباراسمباثيك نيرفس سيستم من خلال بنسميهم طبعا كولينيرجيك لانه هو اسيتيل كولين، والباراسمباثيك نيرفس سيستم بنسميه كولينيرجيك نيرفس سيستم من خلال المسكارينيك ريسبتورز. اسيتيل كولين بيرتبط في المسكارينيك ريسبتورز، وايش بيعمل؟ بيعمل برونكوسبازم، بيعمل كونتراكشن للسموث ماسلز الموجوده في البرونكاي. اذا واحد بيعمل ريلاكسيشن، واحد بيعمل كونتراكشن، واحد بيعمل برونكوسبازم وهو الباراسمباتيك نيرفس سيستم، والاخر بيعمل برونكودايليشن وهو السمباتيك نيرفس سيستم. الان اتريست كونديشن والانسان مرتاح، بكون في بالانس ما بين السمباتيك نيرفس سيستم والباراسمباتيك نيرفس سيستم، وبكون الكفه في الحاله هذه بترجع للباراسمباتيك، يعني بكون في ديك شوية برونكوسبازم. ليش؟ لأنه نورمال كونديشن، لأنه ريست كونديشن، عفوا، لأنه ريست كونديشن، بمعنى إنه الجسم مش محتاج أكسجين سبلاي كتير. إذا ات ريست كونديشن بكون في بالانس ما بين السمباتيك والباراسمباتيك، لكن الكفة بترجع لمين؟ بترجح الكفة نوعا ما للباراسمباتيك، لأنه أنا الجسم بالحالة هاد ما بكون محتاج إلى مور أكسجين سبلاي. لكن واحد at exercise، at exercise الجسم يحتاج more oxygen، فبالتالي لازم يكون في more air flow. إذا at exercise الكفة بترجع لمين؟ للsympathetic nervous system. النتيجة bronchodilation، إذا more air flow، إذا more oxygen supply. هذا هو الفسيولوجي اللي أنا بدي أحكي عنه في موضوع في موضوع الـ obstructive lung diseases.
الآن نبدأ في أول disease وهو الأزمة وبنسميها البرونكيا الأزمة. برونكيا الأزمة، إيش برونكيا الأزمة؟ التعريف مهم جدا جدا جدا. برونكيا الأزمة لو نتطلع هو عبارة عن obstructive airway disease، obstructive lung disease، إذن decreasing في الإيرفلو، ما في نقاش في هذا الموضوع. لكن لازم أحط كلمة قبل الobstructive airway، هو reversible. إذن البرونكيا الأزمة هي reversible disease، يعني ما بكون في عندي permanent obstruction في الإيرواي، هو reversible. طيب إيش سبب هذا الobstruction؟ هو عبارة عن narrowing في الإيرواي due to bronchospasm. bronchospasm يعني contraction في البرونكيال سموث مسل، إذا decreasing في الإيرواي. هذا واحد. الآن مين اللي هيعمل البرونكوسبازم؟ مين اللي عمل contraction؟ أكيد في عندنا risk factors هنتكلم عنهم. inflammation. طب هل الانفلاميشن بيعمل obstruction؟ طبعا. الآن الانفلاميشن ما بتكلم عن inflammation في الجسم، أنا بتكلم عن inflammation في اللنج، أنا بتكلم عن lung diseases. إذا inflammation في اللنج، طب ليش كيف بيعمل obstruction؟ inflammation swelling، inflammation edema. إذا هذا رح يعمل decreasing في الايروي إذا أنا بتكلم عن obstruction. ايضا increasing في الايرواي secretion. ايش يعني؟ الميوكس، كل ما كان في more mucus secretion من الميوكوزال layer الموجودة في اللنج، فبالتالي بتكلم عن decreasing في الايرواي، لانه الميوكس هذا عبارة عن viscous fluid، فبالتالي وطبعا more secretion يعني more، المقصود فيه more accumulation of the mucus، هذا رح يعمل obstruction في الايروي. لكن اطلعوا كل هذا الكلام ريفيرزابل، كل هذا الكلام ريفيرزابل. اذا انا بتكلم عن ريفيرزابل كونديشن، انتبهوا منيح لهذا الكلام. الان لو نطلع برونكوسبازم، انفلاميشن، انكريزنج في الميوكس سكريشن، هذا الكلام كله ما بيجي هيك من الهواء، هذا الكلام فيه له ريسك فاكتور، هذا الكلام فيه له كوز. المين كوز لهذه المشكله اللي هي البرونكيال أزمة، المقصود فيها البرونكوسبازم والإنفلاميشن والإنكريزينج في السكريشن أوف الميوكس، المين كوز لهذه المشاكل هو هايبر ريسبونسيفنس. إيش يعني؟ يعني السموث ماسلز الموجودة في اللنج في البرونكاي بتصير هايبر أكتيف، الميوكوزا اللاير المسؤولة عن إفراز الميوكس بتصير هايبر أكتيف، بمعنى في ريسك فاكتور خلى هذه الخلايا هايبر اكتيف. فبالتالي اذا انا بتكلم عن ميوكس بيرديوسينج سيل، هايبر اكتيف يعني مور ميوكس برودكشن. اذا انا بتكلم عن سموث مسل وصارت هايبر اكتيف، اذا مور كونتراكشن، اذا برونكوسبازم. اذا المين كوز في مشكلتي هو برونكيال، شايفين حددت برونكيال هايبر ريسبونسيفنس، لانه لو قلت هايبر ريسبونسيفنس لحالها، طب هذا الكلام ممكن يكون في اي مكان في الجسم، لكن مشكلتي في اللنج، اذا المشكله برونكيال هايبر ريسبونسيفنس. طيب ايش اللي عمل هذا الهايبر ريسبونسيفنس؟ اكيد في ريسك فاكتور. الان بدي ارجع للتعريف كمان مره، لانه في الكتاب مكتوب كلمه وانا هنا مش كاتبها، في الكتاب كاتب كرونيك. البرونكيال ازمه هي عباره عن كرونيك ريفيرزابل، لأن أنا ما بدي أكتب chronic reversible، لأن البرونكيال أزمة قد تكون acute وقد تكون chronic. الآن إيش يعني acute وإيش يعني chronic؟ إذا أنا بتكلم عن bronchospasm، بتكلم عن bronchospasm ما بتكلم عن inflammation، إذا أنا بتكلم عن bronchospasm وهذا bronchospasm صار له عملية اللي هو recovery يعني reversible bronchospasm without a treatment، إذا هذا acute. يعني مثلا على سبيل المثال انسان هو ما عنده ازمه، هو نون ازماتيك بيشنت، لكن هذا الانسان مثلا تعرض مثلا لبرفان، شم ريحه غريبه، شم كيميكلز، وصار عنده برونكوسبازم، صار عنده ديكريزنج في الايرواي، وصار عنده حاله الديسبينيا.
لكن لما ننتقل لمكان ثاني وهذا الكوزيتيف ايجنت بطل موجود، صار عندي نورماليزيشن في الاير فلو. اذا انا بتكلم عن ريفيرسبل كونديشن وما استخدمت تريتمنت، اذا هذا اكيوت. لكن المرضى المصنفين عباره عن ازماتيك بيشنت، يعني انا عارف حالي انا مريض ازمه، ولو انا تعرضت لاكس فاكتور راح تجيني الحاله بنسميها ازماتيك اتاك، اذا هذا كرونيك ديسيز. هذا الفرق ما بينهم، انسان مريض عارف حالي ان انا مريض، فبالتالي لو انا تعرضت لاكس فاكتور عمل الهايبر ريسبونسيفنس، اذا هذا عباره عن كرونيك ازمه. لكن لو انا انسان عادي اتعرضت لاكس فاكتور عمل لي هايبر ريسبونسيفنس وهذا ادى الى البرونكوس بازم وخلى في ديكريزنج في الاير فلو وادى الى الازمه، فهذا عباره عن اكيوت ازمه لانها حتكون ريفيرسبل وداوت تريتمنت. لكن الكرونيك ازمه لازم يكون تريتمنت، لازم يكون تريتمنت. هذا الفرق ما بينهم. الان طبعا تقسم الازمه الى تو تايبس، اكسترنسيك ازمه انترنسيك ازمه. اكسترنسيك ممكن نسميها اكسترنسيك، ممكن نسميها اليرجيك، ممكن نسميها اتوبيك ازمه. اذا اكسترنسيك هي نفس الاليرجيك، هي نفس الاتوبيك ازمه. النوع الاخر انترنسيك بنسميه انترنسيك، وممكن نسميه ايضا نون اتوبيك ازمه. يعني ايش الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم في الباثوجينيسيس، في الريسك فاكتور. اذا انا بتكلم عن اميون ريليتد ازمه، اميون سيستم ريليتد ازمه، يعني الاميون سيستم هو اللي عمل المشكله هاد، فانا بتكلم عن اكسترنسيك اور اليرجيك اور اتوبيك ازمه. لكن لو انا بتكلم عن اذر باثوجينيسيس، فهي عباره عن انترنسيك اور نون اتوبيك ازمه، وهذا الكلام راح يكون واضح لما نتكلم عن الريسك فاكتور او الباثوجينيسيس. اذا اكسترنسيك اند نون انت نون اكستر عفوا اكسترنسيك اند انترنسيك ازمه. مثل ما وضحت انه المين كوز للازمه هو الهايبر ريسبونسيفنس اوف برونكال سموث ماسلز، بمعنى زياده معدل استجابه السموث ماسلز للمؤثرات الخارجيه. النتيجه، نتيجه هذا الهايبر ريسبونسيفنس هو برونكوس بازم زائد secretion of mucus. إذا hyper responsiveness راح يؤدي بشكل مباشر إلى البرونكوسبازم and mucus secretion. إذا أنا بتكلم عن أزمة لأنه هذا راح يعمل obstruction. الآن هذه المؤثرات الخارجية ممكن نسميهم في حالة الأزمة بالأزمة triggers، أي الفاكتورز اللي ممكن تزود من احتمالية حدوث الازماتيك اتاك. طبعا هم الان ريسك فاكتورز، اذا في حاله الازمه ممكن نسمي الريسك فاكتورز بالازمه تريجرز، هم اللي راح يزودوا من عمليه حدوث الازماتيك اتاك. طبعا هذه هي الريسك فاكتورز اور الازمه تريجرز اللي راح تعمل مشكله الازمه. طبعا كل واحد له ميكانيزم خاص فيه، طبعا في تشابه في الميكانيزمز، وبالتحديد لو انا بتكلم عن الازمه تريجرز اللي بتتبع للنوع الاول وهي الاكسترنسيك ازمه، في تشابه كبير في الميكانيزم اوف اكشن لهم او في الباثوجينيسيس. وطبعا في بعض الاختلافات لو انا بتكلم عن الانترنسيك ازمه، هنوضح هذا الكلام. اذا حتى الازمه تريجرز بيتم تقسيمها بالاعتماد على التايب اوف ازمه، هل انا بتكلم عن اكسترنسيك ازمه او انا بتكلم عن انترنسيك ازمه. طبعا احنا اتفقنا اذا انا بتكلم اكسترنسيك ازمه هو نفس الشيء اليرجيك ازمه ونفس الشيء اتوبيك ازمه، لكن لو انا بتكلم عن انترنسيك ازمه فهي تعني ايضا النون اتوبيك ازمه. الان نيجي نوضح هذا الكلام. اذا انا بتكلم عن اكسترنسيك ازمه، فانا بتكلم عن بتبدا من الفيروسز مرورا بالدست لغايه ما نصل للاير بوليوشن. اذا كل هذا هي عباره عن ازمه تريجرز اور ريسك فاكتورز راح تعمل الاكسترنسيك ازمه. اذا انا بتكلم عن ستريس، كولد اير، اكسرسايز،
medication or drugs. فأنا بتكلم عن risk factors or أزمة triggers بتعمل مشكلة ال intrinsic أزمة. الآن كيف هذه risk factors بتعمل extrinsic أزمة اللي هي الفيروسز؟ خلوا الفيروسز لحال، الدست، التوباكو، الكيميكالز، البولين جرينز، الاير بوليوشن. كيف هذه الأزمة تريجرز بتعمل extrinsic أزمة؟ هذا الكلام وضحناه بالتفصيل في باث واحد. في باث واحد أخذنا في شابتر الاميونيتي أخذنا الهايبر سنسيفيتي رياكشن تايب 1 تايب 2 تايب 3 اند تايب 4، وأخذنا في تايب 1 إحدى الأنواع هي الأليرجيك أزمة. إذن إذا أنا بتكلم عن extrinsic أزمة فأنا بتكلم عن allergic أزمة بمعنى immune response. إيش يعني type 1 hypersensitivity reaction؟ إيش هذا الكلام؟ IgE mediated reaction. هذا الكلام وضحناه. mast cell، basophil، eosinophil هم اللي هيعملوا المشكلة هاد. كيف؟ هذا الأزمة trigger مثلا الدست، راح الجسم يتعرف عليه انتيجين بريزنتنج سيل، هيعمل ستيموليشن للسي دي 4، هتحول للتي هيلبر 2، تي هيلبر 2 هتحفز البي سيل، بتصير بلازما بي سيل، البلازما بي سيل هتفرز الاي جي اي، الاي جي اي ايش هيعمل؟ سنسيتايزيشن للماست سيل او بيزوفيل او ايزنوفيل، وبعد هيك اكتيفيشن، وبعد هيك سكريشن للميدياتورز. من هم الميدياتورز؟ هيستامين، بروستاجلاندينز، ليكوتراينز، سايتوكاينز، وكل هذا الشيء راح يعمل مشاكل، راح يعمل برونكوس بازم اند انفلاميشن اند مور سكريشن اوف ميوكس. اذا هذه هي الازمه، وفي عندنا فيجر في الاستاد القادمه حتوضح هذا الباثوجينيسيس. الخلاف في الفيروسز، الفيروسز هو اميون ريسبونس بمعنى الفيرال انفكشن، ريسبيراتوري فيرال انفكشن ممكن تعمل أزمة. كيف؟ مش هتعمل اكتيفيشن للماستل بطريقة الاليرجي، لا هو فيرال انفكشن. الفيرال انفكشن الاميون سيستم ايش هيعمل؟ هيحفز الاميون سيلز، هيتم افراز سايتوكاينز، من هذه السايتوكاينز هي الانترلوكين 4. الانترلوكين 4 ايش راح يعمل؟ هيحفز التي هيلبر، تحول الى تي هيلبر 2، تي هيلبر 2 بي سيل، بي حصير بلازما، البلازما اي جي اي، الاي جي اي حيحفز الماسل. اذا صحيح تم تحفيز الماسل لكن مش از هايبر سنسيتيفيتي از فايرال انفكشن. وكمان وجدوا انه الفايرال انفكشن ممكن يعمل دمج للابيثيليال سيل في اللنج، فبالتالي هذا راح يعمل ديكريزنج في الفانكشن تبعت اللنج. اذا الفايرال انفكشن بيعمل ازمه ونوعها اكسترينسيك ازمه او اميون ريليتد ازمه. هذا الكلام خاص في الشق الاول. نيجي للشق الثاني الانترنسيك. في عندنا فيجر بوضح الباثوجينيسيس تبعت الدراج، لكن الان احنا حنوضح الباثوجينيسيس او كيف الستريس والكولد اير والاكسرسايز كيف ممكن يعمل انترنسيك ازمه. نبدا في الستريس. الستريس وجدوا انه في الستريس بزيد الاكتيفيتي للباراسمباتيك نيرفس سيستم في اللنج. في حاله الستريس الواحد لما يزعل بحس حاله مخنوق. ليش؟ لانه الباراسمباتيك نيرفس سيستم بصير له هايبر اكتيفيشن او كفته بتزيد عن السمباتيك. وين؟ في اللنج. ايش النتيجه؟ برونكوس بازم. اذا طبعا برونكوس بازم وميوكس سكريشن، اذا انيشيشن للازماتيك اتاك. هذا الستريس. الكولد اير، الانسان لما يكون في مكان والهواء يكون بارد كتير ايضا بحس حاله انه مخنوق. ليش؟ لانه هذا الكولد اير مباشره بيعمل ستيميوليشن للماسل، ماسل يعني ميدياتورز يعني برونكوس بازم. وما حدا يحكي هو يا دكتور هنا الماسل تم تحفيزها اذا هذا هو هايبر سنسيتيفيتي، هذا الكلام مش صحيح. الهايبر سنسيتيفيتي يعني اليرجي، لكن اللي في الكولد اير هذا انا ما بتكلم عن اليرجي، انا بتكلم عن هواء لانه ما صار له عمليه الورمينج من خلال البلاد، اذا راح عمل هايبر سنسيتيفيتي. هذا الكولد اير
عمل هايبر سنسيفيتي في البرونكيوسموت ماسلز وعمل اكتيفيشن للماسل، النتيجه البرونكوسبازم. نفس الفكره الاكسرسايز، الاكسرسايز الناس اللي بيلعبوا اكسرسايز لفتره كبيره او حتى لو كان الموضوع فجائي بحس حاله مخنوق. ليش؟ لانه بنتكلم عن هايبر فنتيليشن. هايبر فنتيليشن لان ايش اللي راح يصير؟ راح يكون في كميه هواء بتفوت الجسم، لكن الجسم الان غير قادر انه يعمل لها وورمينج اند هيوميديفيكيشن. اذا الان برجع لنفس تفسير الكولد اير، فبالتالي الجسم لانه هايبر فنتيليشن مش قادر يعمل وورمينج للهواء او هيوميديفيكيشن، هذا راح يعمل ستيميوليشن للماسل، فبالتالي تفرز المديتور تبعتها وتعمل المشكله هذه. ايضا وجدوا نفس الكلام للكولد، نسيت اوضحها في موضوع الكولد، وجدوا انه الكولد اير سواء كان انا بتكلم عن كولد اير اور اكسرسايز، لما يفوت الجسم طبعا كولد اير وانا في عندي بلاد فيزلز موجوده في البرونكاي، النتيجه هيعمل كونجستشن فازو كونستريكشن. الكولد هيعمل بنسميه كونجستشن للبلاد فيزلز، لكن بعد هيك الجسم هيعمل وارمنج لهذا الهواء، فبالتالي دايليشن. تخيلوا كونجستشن وبعدين دايليشن، ديكريزنج بلاد سبلاي وبعدين انكريزنج بلاد سبلاي، هذا راح يعمل انكريزنج في الاكسكريشن للفلويد، او عفوا انكريزنج في الاكسكريشن اوف الميوكس، فبالتالي هذا راح يعمل انيشيشن للازماتيك اتاك. هذا الكلام بخصوص الكولد اير وبخصوص الاكسرسايز. حنوضح الباثوجينيسيس تبعت او دور الميديسين من خلال سلايد. الفيجرز اللي امامنا بتوضح الباثوجينيسيس للاكسترينسيك ازمه واللي هي نفسها الاليرجيك ازمه. طبعا عشان نوضح وناكد هذا الكلام نتكلم عن ماستيل. طبعا احنا حكينا الماستيل الاساس، لكن ايضا موجود بيزوفيل وزينوفيل، ايضا هم انفولد في الاليرجيك ازمه، مش فقط الماستيل، بيزوفيل اند ايزينوفيل. هذا الكلام وضحناه في باث واحد. شايفين كمان ايش اللي باكد؟ الارجين. الارجين اللي هو الازمه تريجر، اللي ممكن يكون دست، ممكن يكون بولين جرين، ممكن يكون كيميكال، ممكن يكون بوليوشن. فبالتالي اي ازمه تريجر بيتبع للاكسترينسيك ازمه، هذا هو الباثوجينيسيس له، ما في اي خلاف. طبعا الفيجر هذا والفيجر هذا نفس الشيء. الان نطلع ناخذ مثال، مثلا البولين جرين. في ناس البولين جرين في الربيع ما عندهم اي مشاكل، لكن في ناس لانه في عندهم هايبر ريسبونسيفنس للاميون سيستم، فبالتالي البولين جرين راح يعمل عندهم ازمه. كيف؟ نطلع الفيجر هذا. بولين جرين هو الارجين، هيتعرف عليه الانتيجين بريزنتنج سيل، هيعمل اكسبريشن لهذا الالرجين من خلال الام اتش سي كلاس 2 مولكيولز، هيعمل اكتيفيشن للتي هيلبر 2، تي هيلبر 2 هتعمل اكتيفيشن للبلازما في سيل، بلازما في سيل هتفرز الاي جي اي، الاي جي ايش هيعمل؟ هاي الاي جي اي هذا لونه احمر، هيعمل سنسيتايزيشن للماستيل، وهذا الكلام وضحناه للماستيل طبعا ايزونوفيل وبيزوفيل. طب بعد هيك ايش اللي راح يصير؟ بعد هيك الدست نفسها راح ترتبط في الاي جي اي الموجود على الماستيل، النتيجه اكتيفيشن للماستيل، النتيجه اكسوسيتوسيس للميدياتورز اللي موجوده داخل الماستيل مثل هيستامين، ليكوتراين، سيتوكاينز، بروستاجلاندين. طب هذا الكلام اخذناه برضه في بات واحد. هيستامين ايش بيعمل هيستامين؟ طبعا له اشياء كثير ما لنا علاقه فيها، لان انا بتكلم عن ازمه او عن لانج ديزيزز. ايش بيعمل الهستامين في اللانج؟ برونكوسبازم اند ميوكس سكريشن، برونكوسبازم وميوكس سكريشن. اذا انا بتكلم عن اوبستراكشن. ليكوتراينز، اذا فاكرين ليكوتراينز اهم انفلاماتوري ميدياتور في موضوع الازمه، شغله في اللانج بشكل اساسي بيكون من خلال عمليه انه بيعمل برونكوسبازم مور ميوكس سكريشن. طيب السيتوكاينز والكيموكاينز ايش هتعمل؟ كيموتاكسيز انفلتريشن، معناها كيموكاسيز انه انا بجيب الاميون سيلز بجيبهم وين؟ للانج. اذا
كيموتاكسز لأذر إميون سيلز مثل نيتروفيل مثل لينفوسايت وأشياء تانية. إيش راح تعمل هذه؟ راح تعمل إنفلاميشن، راح تعمل إنفلاميشن، وهذا هو الليت ستيج الليت فيس ريسبونس، والكلام وضحناه أيضا في باتو واحد. إنفلاميشن يعني إديما سويلينج، إنفلاميشن يعني سيل إنجري دامج، إنفلاميشن يعني increasing في الميوكس سكريشن. أنا بتكلم عن إكسودات، مش إنفلاميشن هو الإكسودات. إذا الميوكس سكريشن أند إديما. أيضا إنفلاميشن هتزود من الريسبونس من الريسبونسيفنس تبعت الإير واي، هذا راح يعمل برونكوس بازم. إذا هذا هو الباثوجينيسيس لكل الأزمة تريجرز اللي بتتبع للإكسترينسيك أزمة. الآن نشوف النوع الثاني. الفيجر اللي أمامنا بوضح الباثوجينيسيس لون أزمة تريجر بيتبع للإنترينسيك أزمة وهو الدرجز. هذا الفيجر بوضح السينتيسيس للبروستاجلاندينز وشفناه في باث واحد لما نتكلمنا عن الجي اي تي ديس اوردرز. الآن حكينا أنه البروستاجلاندينز تصنع من الأراكودونيك أسيد. الأراكودونيك أسيد ينتج من الفوسفوليبيد تبعت الممبرين من خلال إنزيم اسمه فوسفوليباز A2. الآن الأراكودونيك أسيد بيشتغل عليه 2 إنزيمز. الأول كوكس إنزيم. طبعا في عنا نوعين من الكوكس إنزيم، كوكس 1 and كوكس 2. كوكس 1 هذا موجود بشكل طبيعي في الجسم، هو المسؤول عن تصنيع النورمال بروستاجلاندين. كوكس 2 فقط بكون موجود at inflammation site، يعني بصير له فقط activation فقط at inflammation site أو in inflammation site، بمعنى أنه بصنع البروستاجلاندين اللي بتعمل inflammation. هذا كوكس 2. كوكس 1 بصنع البروستاجلاندين اللي مسؤولة عن عملية البروتكشن للجي اي تي. هذا كمثال. الإنزيم الثاني هو الليبوكسجينيز. إيش بيعمل؟ بحول الأراكودونيك أسيد إلى ليكوتراين، والليكوترينز أهم الميدياتورز، أهم الإنفلاماتوري ميدياتورز اللي بتشتغل في اللنج وبتعمل برونكوس بازم وبتعمل إنكريزنج في الميوكس سكريشن. إذا هذا الكلام بأكد إنه الأراكودونيك أسيد 50% منه يحول إلى الليكوتراين و 50% يحول إلى البروستاجلاندين. الآن بدنا نشوف كيف النون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز مثل الأسبرين على سبيل المثال، كيف الأسبرين بيعمل أزمة. عشان هيك هذا بأكد المعلومة، هذا بتأكد إنه الناس اللي بيعانوا من الأزمة ممنوع ياخذوا الأسبرين. ليش؟ لأنه الأسبرين راح يزود من حدوث الأزمتك أتاك. طب كيف؟ الأسبرين عبارة عن النسترويدال أنتي إنفلاماتوري. إيش بيعمل؟ بيعمل بلوكينج للكوكس إنزيم. طب إيش النتيجة؟ فيش عندي بروستاجلاندين، كل البروستاجلاندين هذه مش راح تصنع. طب أنا لحد الآن ما وضحتش كيف بيعمل أزمة. الآن لما الكوكس إنزيم يصير له إنهيبيشن، الأراكودونيك أسيد اللي موجود وين راح يروح؟ الأراكودونيك أسيد اللي موجود هيشتغل عليه الليبوكسجينيز إنزيم. إيش النتيجة؟ more production of leukotrien. إذا more bronchospasm more mucus secretion. فأنا بتكلم عن intrinsic أزمة. هل أنا حكيت عن immune response؟ هل ذكرت الـ IgE؟ ما ذكرتش ولا شيء. إذا هذا له علاقة بالـ intrinsic أزمة. والمثال على هذا الفيجر والبوضح هو النون ستيرويدال، وخدنا مثال الأسبرين as a drug. طب نطلع الستيرويد الكورتيزون على سبيل المثال. الكورتيزون هو عبارة عن كورتيكوستيرويد. الكورتيزون هل بيعمل نفس المشكلة؟ لا. الكورتيكوستيرويد عبارة عن الدراج اوف تشويس لعلاج الأزمة. الكورتيكوستيرويد عبارة عن الدراج اوف تشويس لعلاج الأزمة. والمطلوب منكم تعرفوا ليش. ليش الستيرويد هو دراج اوف تشويس لعلاج الأزمة ما بيعمل أزمة؟ بعكس النون ستيرويدال اللي راح زود لي من مشكلة الأزمة. مع العلم انه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج والستيرويد ايضا انتي انفلاماتوري دراج، لكن واحد بيعالج واحد بزود المشكلة. المطلوب تعرفه كيف الستيرويد بعالج مشكلة الأزمة. الفيجر اللي امامنا بوضح السيمبتومز
للبيشنت اللي بيعاني من الأزمة وبالتحديد during the asthmatic attack. يعني هذه السيمتومز بتكون موجودة بشكل أساسي لما الإنسان يعاني من الأزمة، وهذا شيء منطقي لأنه الإنسان مريض الأزمة. لو كان مرتاح وما تعرضش لأي أزمة تريجر، هل الأزمة حتيجي؟ أكيد لا، فبالتالي هو مش راح يعاني من shortness في البريث. لكن لو تعرض للتريجر هيعاني من ويزنج. ويزنج معناها التنفس بصفير، طبعا هذا ليش؟ لأنه في برونكوس بازم، هيعاني من كف، shortness في البريت، طبعا ديسبيني لأنه قل ديسبيني لأنه مش قادر يأخذ نفسه بسهولة، difficulty of breathing، ديسبينيا، chest tightness، هيحس بثقل على جسمه، هذا شيء منطقي لأنه ما في عنده normal inspiration and expiration، هذا شيء منطقي. tachycardia اللي هو increasing في heart rate. ليش الإنسان اللي بيعاني من الأزمة during the asthmatic attack ممكن يصير عنده tachycardia؟ لأنه الإنسان اللي بيعاني من الأزمة during the asthmatic attack اللي راح يصير decreasing في الإيروي، decreasing في الأكسجين concentration، decreasing في الأكسجين concentration at organs. إذا هذا شيء مش منطقي، هذا شيء مش طبيعي، الجسم مش متعود على هذا الكلام، الجسم متعود على الهوميوستاسيس. الآن كيف بدي أحل المشكلة هذه؟ بروح الجسم بحفز السمباتيك نيرفس سيستم، راح يفز لنا السمباتيك الأدرينالين والنور أدرينالين، راح يشتغلوا على الهارت. إيش راح يعملوا؟ increasing في الهارت ريت and increasing في الكونتراكتيليتي. شايفين increasing في الهارت ريت يعني تاكيكارديا. طب ليش increasing heart rate and contractility؟ عشان يعمل increasing في الكارديك أوتبوت، فهيك بكون قدر انه يعوض من النقص في الاكسجين. هذه بشكل عام هي symptoms للبرونكيال أزمة، لكن بين قوسين during the asthmatic attack. الآن بشكل عام الاتاك اوف أزمة يعني حدوث الأزمة بصير بشكل كبير at night، عشان هيك بنسميها nocturnal أزمة، يعني أزمة ليلية. لأن انتبهوا منيح، هذا الكلام ما بيعني انه كل البيشنت اللي بيعانوا من الأزمة لازم يصير عندهم أزمة بالليل. أنا ما حكيت هيك، أنا بحكي انه الأزماتيك أتاك بزيد حدوثها في الليل، بزيد حدوثها في الليل. طب ليش؟ لأنه وجدوا انه بالليل وبالتحديد فترة 2 و3 الفجر بقل مستوى الكورتيزون، وانتبهوا منيح من اللي قال الكورتيزون، بقل مستوى الكورتيزون وبزيد مستوى الميلاتونين. الميلاتونين ايش بيعمل؟ هذا هرمون هو المسؤول عن النوم، بنظم النوم. فبالتالي وجدوا انه من خلال الدراسات انه الميلاتونين بيعمل اكتيفيشن للايزينوفيل والبيزوفيل، هذول عباره عن تو اميون سيلز فيهم ميدياتورز. الاكتيفيشن لهذه السيلز راح يطلع الهستامين والليكوتيرين بروستاجلاندين، اذا برونكوسبازم and more mucus secretion. فبالتالي في الليل at night بتزيد حدوث الأزماتيك أتاك. حتى إحنا الناس اللي ما بيعانوا من أزمة، في بعض الأحيان بنصحى بالليل وإحنا نايمين، بنصحى بكون في كحة وفي بلغم. هذا الكلام أكثر من حدا ممكن يتعرض له، هو ما عنده أزمة. ألا ليش؟ لأنه الميلاتونين بيزيد، بيعمل هايبر أكتيفيشن للبيزوفيل إزينوفيل، النتيجة more secretion of mucus and bronchospasm. وهذه هي السيمبتومز. الآن حنتعرف كيف ممكن نعمل diagnosis للبرونكيال أزمة. هذا الكلام بيتم من خلال السيمبتومز وبالتحديد wheezing and difficulty of breathing. أيضا ممكن نعمل من خلال laboratory findings وبالتحديد IgE. إذا laboratory findings بشكل أساسي بتكون للallergic أزمة، لأننا بنعمل identification للـ IgE. رقم ثلاثة وهو الأساس، إذا الـ main diagnostic test هو الـ pulmonary function. هذا بتم من خلال الـ spirometer. هذا هو جهاز الـ spirometer. طبعا الهدف من هذا الجهاز بقيس بعض الباراميترز اللي إلها علاقة بالـ lung function، مثل الـ vital capacity اللي هو الـ VC، الـ forced vital capacity واختصارها الـ FVC، والـ forced expiratory volume in 1 second وهذا بنسميه بالـ FEV1. هذه الباراميترز درستوها أكيد في الـ physiology of the respiratory system،
مش راح أشرحها، لكن هاي التعريف موجود أمامكم، وهذه القيم هي الستاندرد فاليوز لهذه الباراميترز. فكرة هذا الجهاز بتكون كالتالي، إنه الإنسان اللي بيكون شاكك إنه عنده أزمة بيروح لدكتور الصدرية وبخليه يعمل تيست من خلال هذا الجهاز اللي هو السبيروميتر. كيف التيست؟ إنه لازم يأخذ نفس عميق، ولازم بعد هيك يعمل إكسبيريشن داخل هذا الجهاز. لو نطلع منيح هذا الجزء بكون هذا الجزء هو اللي راح يفوت بالفم. يبقى أنا الإنسان اللي بده يعمل إكسبيريشن يعني لازم يعمل إكسبيريشن في هذا الجزء زي ما أنتم ملاحظين هنا، ولازم يسكر الأنف. ليش؟ عشان يضمن إنه كل الهواء اللي بيصير له إكسبيريشن فقط يخرج من الفم ويفوت إلى داخل الجهاز عشان نقيس هذه الباراميترز. هذه فكرة هذا الجهاز. طبعا في حالة الأزمة، لأنه الإنسان ما بيكون قادر إنه ياخد نورمال إنسبيريشن لأنه عنده هايبر سنسيتيفيتي، فبالتالي أي هواء كمية كبيرة، لأنه لو نتطلع إيش الفيتال كاباسيتي اللي بياخده الإنسان، هو الماكسيمم أماونت أوف ذا إير كان بي إكسبيلد فروم ذا لانج أفتر ماكسيمم إنهاليشن. يعني لازم ياخد نفس عميق، والإنسان اللي عنده هايبر ريسبونسيفنس صعب جدا انه ياخذ نفس عميق، صعب جدا. فبالتالي كل الباراميترز هذه راح تكون اقل من النورمال. هذه فكره السبيروميتر. ايضا ممكن نعمل دايجنوستس من خلال الايروي ريسبونسيفنس، بدنا نشوف هل الانسان هذا بيعاني من ريسبونسيفنس نورمال ولا هايبر. طب كيف هذا الكلام؟ بنعرضه للهيستامين على شكل طبعا انهاليشن. هيستامين، ليش هيستامين؟ لانه بيعمل برونكوس بازم. كولينيرجيك اجونيست، كولينيرجيك اجونيست يعني باراسمباتوميميتيك، يعني شيء بده يعمل نفس شغل الباراسمباتيك. طبعا ليش هذا الكلام؟ لانه هذا بيعمل برونكوس بازم، هذا راح يعمل برونكوس بازم. كولد اير، كولد اير وضحنا ايش بيعمل الكولد اير. اذا بنعرض الانسان لواحده من الثلاث اشياء هذه وبنشوف. طبعا الانسان اللي عنده نورمال ريسبونسيفنس اكيد رد فعله للهيستامين والكولينيرجيك اجونيست والكولد اير حيكون قريب من النورمال، لكن الانسان اللي عنده هايبر ريسبونسيفنس اكيد لو تعرض للهستامين مباشره حيكون في عنده معاناه شديده في الريسبيريشن. ليش؟ لانه حيكون في عنده سيفير برونكوس بازم. هذا الكلام اللي له علاقه بالدياجنوسيس اوف برونكيال ازمه. الان حنتكلم عن التريتمنت اوف برونكيال ازمه بشكل عام. التريتمنت بينقسم الى نون فارماكولوجيكال تريتمنت اند فارماكولوجيكال تريتمنت. نون فارماكولوجيكال من خلال لايف ستايل مانجمنت اند اديوكيشن، بمعنى الانسان اللي بيعرف حاله انه هو ازمتك بيشنت لازم يتجنب الازمه تريجر اللي بيعمل له هذه المشكله. كيف يعني؟ انسان بيعرف حاله بيجي اتاك من الدست لازم يبعد قدر المستطاع عن الدست عشان ما يجي الاتاك. ايضا الازمتك بيشنت دائما ينصحوا انه يعملوا اليوجا لانه هذا بيعمل ريلاكسيشن عندهم، فبالتالي بقلل من تاثير الباراسمباتيك نيرفس سيستم على اللنج. الان الميديكيشن طبعا هو الاساس، الميديكيشن الاساس هو يعني ما بينفع ان فقط استخدم لايف ستايل مانجمنت، لازم يكون في ميديكيشن. بينقسم الميديكيشن الى تو كلاسز، كويك ريليف ميديكيشن، لونج تيرم ميديكيشن. كويك ريليف هذا عشان اتخلص من الاتاك، من السيمبتومز الخاصه بالاتاك. يعني انسان اجى اتاك مش راح ياخذ لونج تيرم ميديكيشن، بده شيء كويك عشان يتخلص من السيمبتوم. اذا الكويك ريليف تستخدم بشكل اساسي اثناء الاتاك. وهذا وش هي الدراجز؟ انتي كولينيرجيك، انتي كولينيرجيك ادويه بتعمل انتاجونست افكت للباراسمباتيك نيرفس سيستم. ايضا ادرينيرجيك اجونست، شايفين اجونست يعني بتعمل شغل الادرينيرجيك. ليش؟ لان الادرينيرجيك هو السمباتيك، يبقى انا بدي اعمل برونكو دايليشن. المثال ادرينالين، طبعا على الادرينيرجيك ادرينالين شورت اكتنج، شورت لازم يكون شورت اكتنج بيتا 2 اجونست. ليش بيتا 2 اجونست؟ لانه البيتا 2 هي اللي بتعمل برونكو دايليشن، اجونست يعني ايش؟ يعني شبيهه. طبعا بتكون هذه الادويه على شكل الايرزول. لونج تيرم ميديكيشن طبعا هذا انسان للكرونيك يوز او للكرونيك كيس، انسان بيعرف حاله انه هو ازمه فبياخذ الدراج قبل ما تحدث الازمه عشان يحمي حاله.
من حدوث الأزمة. وطبعا ممكن يكون تابلت وممكن يكون ايروزول، بس على الأغلب بكون تابلت. طبعا اللونج تيرم ميديكيشن مثل الانهيل كورتيكوستيرويد، وانا طلبت منكم تبحثوا ليش الكورتيكوستيرويد يعتبر تريتمنت. لونج اكتنج، شايفين لونج اكتنج بيتا 2 اجونست مش شورت اكتنج، اللونج اكتنج لونج تيرم ميديكيشن. كرومولين، الكرومولين هذا بيعمل ستابلايزيشن الماسل، يعني بيمنع عمليه الاكسوسايتوسيس تبعت المدياتورز من داخل الماسل. طلعوا ليكوتراين انتاجونست، لانه الليكوتيرين بتلعب دور اساسي في هذه العمليه، زائد انتي اي جي اي عشان نعمل بلوكينج او نعمل انتي جين انتي بادي انتر اكشن مع الاي جي اي. هذا بشكل عام هو التريتمنت اللي يستخدم لعلاج البرونكيال ازمه. يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله.